ترأست دولة الإمارات اليوم الاجتماع الأول هذا الشهر للمجموعة العربية في الأمم المتحدة بنيويورك بصفتها رئيسة المجموعة لشهر مايو، وناقشت المجموعة الدورة المستأنفة العاشرة الطارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة والمزمع عقدها في العاشر من مايو، دعما لطلب دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. وبحثت المجموعة أيضا آخر التطورات والجهود المبذولة من أجل إنهاء الحرب الكارثية على غزة.